السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء، خصوصا سيدي مولاي ابو الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين بقاسم بن الحسن والرشيد رعي مسلمنا وسجاء مسلمنا يقيل وهاني بن ارباب وحبيب بن مظاهر. السلام عليكم يا ساداتي وعليا جميل رحمة الله وبركاته. يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما.